طائر النوم. طائر يكثر ظهوره بالليل ويسكن الخراب ويضرب به المثل في الشؤم وقبح الصورة والصوت، وربما يصف أحدهم الآخر بالبومة لسبب ما، ولكن هل سمعنا كلام آل محمد عليهم السلام عن هذا الحيوان؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هل أحد منكم رآها؟ أي البومة بالنهار؟ قيل له: لا تكاد تظهر بالنهار ولا تظهر إلا ليلا. قال: أما إنها لم تزل تأوي العمران أبدا، فلما أن قتل الحسين عليه السلام أيت على نفسها أن لا تأوي العمران أبدا ولا تأوي إلا الخراب، فلا تزال نهارها صائمة حزينة حتى يجنها الليل، فإذا جنها الليل فلا تزال ترن على الحسين صلوات الله عليه حتى تصبح. عن الإمام الرضا عليه السلام: ترى هذه البومة كانت على عهد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله تأوي المنازل والقصور والدور، وكانت إذا أكل الناس الطعام تطير فتقع أمامهم فيرمى إليها بالطعام وتسقى ثم ترجع إلى مكانها. ولما قتل الحسين بن علي عليه السلام خرجت من العمران إلى الخراب والجبال والبراري وقالت: بئس الأمة أنتم، قتلتم ابن نبيكم ولا آمنكم على نفسي. روى محمد بن إبراهيم عن الحسين عليه السلام أنه قال: وإذا صاحت البومة تقول: البعد من الناس آنس.